توازن، ردود افعالك فيها توازن، ما بقاش في تفريق في المعامله ما بين شخص واخر، لكن جواك انت ممكن يبقى في حاجه بتميزها جواك بس ما بتبينهاش. طبعا اكيد جوزيه كان بيبينها. لا انا جوزيه كان واضح مع ابو تريكه وبركات، علاقتي باللعيبه كلها طبعا علاقه مميزه. في بعض الاوقات ببقى طبعا بيبقى في شده شويه، وبعض الاوقات بنبقى اصدقاء، وبعض الاوقات بنبقى اخوات، لكن هم فاهمين دي الامور كلها، والحمد لله علاقتي بيهم علاقه مميزه كلهم. يعني كابتن حسام، شايف ان انت سيء الحظ في الناحيه الهجوميه، يعني ما بدات تعتمد على محمد فضل اصيب اصابات بالغه ومتكرره، حتى فرانسيس اللي انت راهنت عليه في التدريب وحش كسر، انا شفته في التدريب 3-4 مرات، شفت حاجه غلط حضرت يعني عشان اتاكد. لا شفته، انا شفت حاجه بتحصل غير عاديه. لاعب مميز في فعلا في التمرين، بيبقى لاعب مميز جدا، لكن بيفقد كتير من امكانياته ومن قدراته ومن تركيزه وشخصيته في الملعب، اما بيبقى في شكل رسمي ودي بتبقى محتاجه وقت. يمكن انا ده اللي طلبته من الجماهير، يعني ما بقاش في استعجال، ما بقاش في ردود فعل، لانه طبعا اكيد اللاعب بيحس بردود فعل الجماهير فبتاثر عليه، لكن بالفعل هو محتاج وقت شويه ان هو يذوب او تنصهر حته عدم الثقه دي والفرق ما بين التمرين. هل انت بتراهن عليه زي فلافيو الموسم الاول ما كانش حد طايقه من جمهور النادي الاهلي، ثم اصبح النجم الاول، وعند رحيله كل الناس كانت زعلانه جدا انه راح النادي الاهلي، هل من الممكن ان يكون فرانسيس صوره اخرى من او صوره مكرره من فلافيو؟ هي الاجابه اللي انت يعني الشيء اللي جاي اللي انت بتقوله، انت بتقول ممكن، لكن ما تقدرش تجزم يعني حاجه في كره القدم، لكن اكيد ان احنا بنبقى مقتنعين بقدرات معينه. بالنسبه لفرنسا انا مقتنع بقدراته، مقتنع بامكانياته، لكن عارف عيوبه ايه. عيوبه زي ما بقول لك ان هو بيفقد كتير جدا اما بيلعب مباراه رسميه، يمكن عنده حاله من الخوف، عنده حاله من الرهبه، لم تزول الحاله دي لغايه دلوقتي، فبالتالي بتاثر عليه بشكل كبير، لكن ممكن جدا يبقى مشروع لاعب جيد جدا. هل ندمان على تركك للمهاجمين زي هاني العجيزي واحمد بلال؟ لا يعني مش ندمان، لان هي بتبقى فتره فيها سوء توفيق، وفتره بتبقى خدت فرص ما قدرتش تثبت نفسك، فلابد من التغيير ولابد من التغيير لمصلحه الفرقه ومصلحه اللاعب. فاعتقد ان كان الوقت ده يعني هو الوقت المناسب لاعطائهم فرصه في مكان اخر. وهاني العجيزي بالنسبه لنا في اعاره، يعني هاني موجود في الاتحاد على سبيل الاعاره. في الوقت اللي اديت لاحمد علي الفرصه كامله السنه اللي فاتت واثبت وجوده، فوجئت الناس برضو انه خرج من النادي الاهلي النادي الاتحاد السكندري. احمد علي من اللعيبه المميزه جدا، وللاسف يعني سمعنا خبر اصابته الاخيره دي، لكن من اللعيبه المميزه. لكن احمد علي برضو عنده حته المشكله ما بين التمرين برضو والمباريات الرسميه، وفي نفس الوقت يمكن انطباع الجماهير عنه في بعض الاحيان خلقت عند احمد علي حاله من الاهتزاز شويه، اثرت عليه في الفتره الاخيره، ويمكن يعني دخوله ضمن صفقه جده هي دي اللي خلتنا نتيجة العوامل الكتيرة اللي اتقالت دي ان يبقى في قرار مننا ان هو يروح على سبيل الاعارة، لكن هو ما تركناش احمد علي بشكل نهائي. يعني انت شايف انه لو تألقوا هما الاثنين احمد علي وهاني العجيزي في اكيد عشان كده سبناهم على سبيل الاعارة، ما بعناهمش يعني ما بعناش نبيعهم يعني. اكيد عبد الله فاروق امبارح تألق بشكل لافت للنظر في مباراة الشرطة، وادى تألق بشكل كبير قوي جيد، يعني ادى المباراة بشكل كويس. اتغير عشان كان عايز يزود الناحية الدفاعية. الكابتن طلعت يوسف هو كان اصلا بيلعب هاف ديفندر، لما سألته عليه قال لي انه لعب بشكل جيد جدا وخرج بعد ما خلص البنزين من عنده، لكن هو لعيب تكتيكي انا بعتمد عليه. عبد الله انت عبد الله لاعب جيد طبعا. عبد الله لاعب جيد، لكن خلينا نتكلم نقول ان يمكن حتة المفاضلة ما بين لعيبه متاحه عندك وان الكم زي ما انت قلت لي يعني في بدايه الحلقه قلت لي على الكم اللي موجود في وسط النادي الاهلي، ما كانش هينفع ان عبد الله فاروق يستمر، ما كانش هينفع ان شبيطه يستمر، كانت هتبقى فرصتهم في المشاركه قليله جدا، فبالتالي يعني كنت هظلمهم، وفي نفس الوقت ما كانش الهيكل هيستحمل. ده كان هيبقى جيل باسمك، يعني الناس كانت سعيده جدا. لا لابد افكر اولا في مصلحه الفرقه يعني عشان حته ان انا افكر في اسمي قبل الفرقه ده مش يعني موجود عندك خالص. لا مش موجود عندي، لابد انا افكر في مصلحه الفرقه الاول. فزي ما انا بقول انا شايف الفتره دي هي الانسب للمجموعه الموجوده دلوقتي. كان هيبقى في ظلم لعبد الله فاروق لو استمر، كان هيبقى في ظلم لشبيطه لو استمر على اساس ان فرصتهم كانت هتبقى قليله في اللعب، فبالتالي كان هيبقى في ضغط على اللاعب نفسه وكان هيبقى في ضغط عليا انا. الضغط بالنسبه لي مفيش مشكله، ان زي ما قلت لك ان انا بختار الناس الانسب طبعا للمباريات والفتره اللي انا بشوفها لكل لاعب. هل لجنه الكوره فرضت عليك حد بعينه؟ يعني هل تم ضم بعض اللاعبين عشان ما يروحوش الزمالك بمنتهى الامانه، وبالتالي انت قلت خلاص اضمهم ارضاء مش عايز بقى تعادي للخطيب ولا حسن حمدي وكفايه اللي سمعناه؟ دي بعض برضو الاثاره اللي بتتم
لان زي ما احنا عارفين حسام ده عمل الاعلام هو لازم عمل لكن لابد بعد نعم. فتره معينه انك انت ناس بتبقى عندك انت ناس موجوده بشكل مستمر سواء قنوات او سواء وسائل اعلاميه مقروءه بيبقى عندك مصادر مستمره بعد فتره بتعرف السيستم الموجود في النادي ازاي الطريقه اللي ماشي عليها النادي ازاي فبالتالي ما بتقدرش يعني تنحاز عن الحقيقه اللي موجوده او القرارات بتتاخد ازاي استحاله ان لجنه الكوره هتجبر المدير الفني على حاجه استحاله مش دلوقتي مش مع وجود حسام البدري او وجود مانو جوزيه هو ده الاسلوب بيبقى في طرق للمناقشه وطرق لاتخاذ القرار اختار اللعيبه السنه دي كان ازاي يعني اللي انا كنت سامعه من داخل النادي الاهلي مثلا في قصه محمد شوقي انه محمد شوقي بعيد الراجل ما لعبش بقاله فتره طويله وبالتالي مساله انضمامه للنادي الاهلي صعبه وبعدين كل الناس فوجئت ان محمد شوقي اصبح لاعبا في النادي الاهلي كل دي برضو كانت اجتهادات محمد طبعا لان محمد شوقي لم يحسم او يعني هو ما حسمش موقفه الا في الفتره الاخيره قبل انتهاء القيد فبالتالي ما محمد شوقي رجع وقال خلاص انا الفتره دي مش عاوز يعني ابقى موجود في الخارج الا لو جات لي عروض ممكن اتناقش فيها مع النادي الاهلي فقلنا له انت عندك الرغبه ان تبقى موجود في مصر قال عندي الرغبه واحنا لينا رغبه ان شوقي يبقى موجود فقال في حاله لو جالي عروض اجنبيه ممكن في يناير تاني ارحل تاني فقلنا له ما فيش اي مشكله فبالتالي زي ما قلت لك شفنا القوام الموجود في الفريق الاول لاعب الوسط عددهم قد ايه زي ما انا بقول لك كان هيبقى مش ظلم ان عبد الله فاروق وشبيطر رغم ان هم لعيبه مميزين ان يستمروا كانت فرصتهم في اللعبه هتبقى قليله فبالتالي اديناهم فرصه طبعا ان هم يرحلوا في نفس الوقت عوده شوقي وزي ما احنا شفنا الفتره اللي فاتت الاصابات الموجوده عندي البطولات اللي انا بشارك فيها وكم البطولات الشده اللي احنا بنشوفها في المباريات وطريقه الاداء ضد النادي الاهلي مختلف على اي نادي قوامك لازم يبقى فيه بديل ولازم يبقى فيه بديل بوفره البديل لازم يبقى على نفس المستوى الموجود يمكن انا بقول ان في ملحوظه والملحوظه دي بتاكد لي من سنه لسنه ان معظم الفرق المصريه يمكن بتعتمد على 14 15 16 لاعب طول الموسم انت تلاقي نفس القوام هو الموجود مفيش غيابات فرقه النادي الاهلي لا فرقه النادي الاهلي على طول بتلاقي عندها غيابات عندها اصابات نتيجه الالتزامات ونتيجه اختلاف الاداء في مبارياتها بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي ايدت شوقي افريقيا؟ اتأيد افريقيا فاضل لك كم مكان واحد؟ لا خلاص اتقفل خلصت مين اللي تم قيدهم افريقيا انه جدد؟ تأيد غدار وتأيد ايمن اشرف وتأيد محمد شوقي دول الثلاثه اللي كانوا ما ايدتوش الحارس استقريتوا على الثلاث حراس اللي موجودين خلاص امبارح البعض انتقد غدار بشده يعني قال انه ده مش مهاجم النادي واول ما لعب الماتش الودي كله طلب بانضمام غدار ده صحيح يعني كل اول ما لعب الماتش الودي كله طالب بانضمام غدار امبارح الناس انتقدت غدار قبل كده بيشكروا في حسام النهارده بينتقدوا حسام صحيح طبيعي موجود في كاس العالم ده موجود في الكوره موجود واحنا متقبلينه احنا متقبلين كابتن علاقتك بالجمهور شكلها ايه العلاقه مميزه يعني وهو زي ما انا بقول تملي انت يعني نصب تفكيرك وكل اللي انت بتفكر فيه اسعاد جماهير النادي الاهلي يعني اي حاجه انت بتعملها اداره النادي الاهلي كل تفكيرها برضه في اسعاد جماهير النادي الاهلي احنا كفنيين بيبقى كل همنا وكل تركيزنا في اسعاد جماهير النادي الاهلي وفي نفس الوقت هي تستحق جماهير النادي الاهلي لانها جماهير عظيمه وبنشوف دورها الكبير مع الفريق بيبقى طبعا دورها عظيم فنتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر في اسعادهم ان شاء الله طب الجماهير لها تساؤلات عند حسام البدري تحب نسمعها مع بعض طبعا يا ريت نسمعها ونشوف هو كابتن حسام البدري اللهم صل على النبي يعني ده احسن من جوزيه الموسم اللي فات فاز بالدوري وكان راجل يعني فوز بالدوري لوحده انجاز انت مدرب كويس جدا وكفء جدا وخبره عاليه جدا وبتختار اللعيبه بتوفيق